تقديم الخدمة الطبية سواء كانت في الكويت أو في الخليج أو في العالم عموماً. لو تشوفين أي مستشفى أو أي دكتور قاعد يعالج العوارض للإنسان، ما يعالج الأساس المرض. فطبعاً من هنا تطرقنا إلى كثير من الدراسات اللي طبعاً شفناها في العالم كله، ومن مدارس كبيرة كانت تعملها تأثير المخ على الجسم الإنسان. طبعاً أنت لو تشوفين أي فكرة تفكرين فيها لها تأثير على الجسم، سواء كانت سلبية أو إيجابية. إذا كانت سلبية فطبعاً شوفي الأمراض اللي تصيبك، وإذا كانت إيجابية شوفي الطريق الفرح والنشوة اللي أنت راح تحسين فيها. فطبعاً من هنا يتنى الفكرة، طيب إذا كان الدكتور الحين متخصص فقط في العوارض، طيب الإنسان هو ليس مجرد كبد أو إيد أو يعني أذان أو عيون، الإنسان عبارة عن جسم متكامل من عقل، من روح، من مشاعر. هذه كلها لها دور كبير في جميع الأمراض الحين المتفشية. فعشان كذي قلنا لا، إحنا لازم نشوف، لازم العالم أو الكويت أو مستشفى الهادي تأخذ خطوة جريئة بحيث أن نغير الطريقة اللي إحنا قاعدين نعالج فيها. لأن شوفي الأمراض قاعدة تزيد والعلاج ما قاعد يوفي مع المريض، فقاعد تشوفينه يراجع مرة ومرتين وثلاث وهو مو شايف أي نتيجة. فطبعا معناته في خطأ في الطريقة اللي إحنا قاعدين نمارس فيها الطب. فمن هني قررنا إن إحنا نخلق شيء مصغر. الكتب طبعا مليانة والبحوث مليانة في العالم على تأثير المخ على الجسم، وطبعا في مراكز في العالم كبيرة عملت هالبحوث. فقلنا طيب ليش إحنا ما نسوي هالمركز بحيث إنه ينظر حق البني آدم ككامل، مكون من مخ وجسد وروح. يمكن هذا بالفعل يقلل من تفشي هالأمراض اللي قاعدين نشوفها. لأن إذا الدكتور قدر يعرف أو قدر شوي يسيطر طبعا مع المريض نفسه على كيفية تفكيره وكيفية حياته وكيفية عموما يعني الطريقة اللي يعيش فيها، راح يكون له دور كبير إنه يقلل من خطورة أو من تفشي الأمراض اللي هي قاعدة تصيب الحين. شوفي فكرة واحدة لها تأثير، يعني أنت فكري بس بفكرة سلبية شوفي تأثيرها عليك طبعا، ومع الوقت تأثيرها عليك. وإذا أنت دخلتي بهالتفكير السلبي شوفي مخاطرة، هذا اللي راح يسبب جميع هالأمراض. فمن هنا طبعا بدينا نبحث، نبي أفضل مركز اللي يتعامل مع المايند بودي. فطبعاً أفضل مركز لقيناه كان الماس جنرال هوسبيتل، اللي هي يعتبر المستشفى الريسيرش هوسبيتل مالت هارفارد. طبعاً جميع دكاترتها من هارفارد، وطبعاً معروفة هارفارد يعني لا ينقصها التعريف، طبعاً أفضل دكاترة. ومستشفى الهادي دائماً يسعى إنه يجيب أفضل شيء، أفضل ما توصل إليه البحوث في العالم أو أفضل ما توصل إليه الطب في العالم. فطبعاً وجدناهم، وكانت يعني البحوث اللي عملوها كبيرة في هالمجال. وطبعاً عندهم تطبيقات application يعني سووها على مرضاهم هناك، وطبعاً كانت جداً ناجحة. فطبعاً إحنا نبي المجتمع الكويتي يستفيد من هذا والخليج، لأن بالفعل قاعدين نشوف الأمراض قاعدة تزيد. الطب أو الدكاترة ما قاعدة توصل حق الروت كوز طبعاً، الأسباب المرض، قاعدين جس بس يتعاملون مع العوارض. فطبعاً قلنا خلاص إحنا نتعاون معهم. وعن طريق في البداية هي فيها طبعاً ثلاث مراحل أو يمكن أكثر بعد شوي. أول مرحلة عندنا دور تو دور، إذا كان المريض في الكويت محتاج إنه يروح للماس جنرال لحالته لأنه يعني ما يقدر يعالجها في أي مستشفى في الكويت أو في الخليج، إحنا نجهز له دور تو دور، وهو ما عليه أي شيء، مجرد يركب الطيارة ويوصل هناك ويستلمونه. المريض يكون في الكويت،
طبعا يتعامل او يعالج من قبل دكاترتهم في الماس جنرال، دكتورنا موجود مع مريضنا. طبعا هذا راح يقلل التكلفه جدا، لا يحتاج انه يسافر، لا في تكلفه لا تذاكر ولا اوتيلات ولا اصلا حتى الحاله النفسيه اللي راح يكون فيها، وبعيد عن اهله وبعيد عن مكانه وبعيد عن بيته، كله راح يكون هنا موجود في مستشفى الهادي، والتكلفه جدا صغيرة يعني لا تعد، ويكون حصل على أفضل خدمة موجودة في العالم للمرض اللي يعاني منه. حياكم الله مشاهدينا، وباسمكم نرحب بضيفنا أستاذ دكتور أحمد الشرقاوي، استشاري الاضطرابات السلوكية وأمراض النمو والتطور بمستشفى هادي، ورئيس وحدة الاضطرابات السلوكية والعصبية في الجامعات المصرية، ورئيس الجهة الإقليمية للاضطرابات السلوكية والعصبية للأطفال والمراهقين. مساء الخير دكتور. مساء النور وسهلا، أهلا بكم ومرحبا بكم. طبعا مسي عليك دكتور، لكن بداية تكلمني عن ويلس سنتر، شنو معناه وشو اللي قدمه، ويعني كمختصر عن هالمكان. جميل. هو حقيقة الويلس سنتر في كل بلاد العالم حاليا اتجاه لمفهوم مرسخ ويتم ترسيخه في الطب الحديث، وهو أن الكيان الإنساني متكامل يتكون من جسد وعقل ووجدان أو روح. من خلال هذه الثلاثية البنائية يسعى الإنسان على مر التاريخ لتحقيق السعادة المنشودة من خلال التوازن بين هذه الثلاثية، وكان هذا التوازن هو الغاية المثلى والهدف الأعلى لجميع الفنون والآداب والعلوم، بل وحتى الأديان على مر تاريخ البشرية. تأكيدا لفكرة رئيسية ثبت ثبوت قاطع أنها هي التي تتحكم في السلوك الآدمي. السلوك الآدمي لأي شخص يعتمد على أداءات، هذه الأداءات بعضها معرفي وبعضها تنفيذي وبعضها الآخر مهاري، يشمل مهارات متعددة. المتحكم في هذا بشكل قاطع هو الوراثة والبيئة والتجربة المكتسبة من الممارسة والتعليم الذي يحصل عليه الفرد. وبناء على هذا يتم في النهاية وضع جينوم، يعني خريطة وراثية للأداء البشري. ثبت علميا بما لا يدع مجال للشك أن الحالة المزاجية للكائن البشري هي المايسترو والقائد الأعلى لجميع الوظائف التنفيذية والمعرفية، بل وحتى المناعية والصحية. هذا المزاج، الحالة المزاجية، حالة مزاجية. نعم. لأن الحالة السيئة، فرحان، بالضبط. لأنك يا أخي العزيز تتلقى الموقف نفس الموقف، وأنا أتلقاه بصورة، وأختنا العزيزة بتتلقاه بصورة مختلفة. ووفقا لهذا التلقي أو هذا الإدراك للموقف الواحد يتم تشكيل نوع من المعتقد بنسميه بليف. هذا المعتقد تجاه الموقف الواحد هو الذي يؤثر على طبيعة الفكرة، على طبيعة تفكيرنا، وبالتالي يتبعه سلوك ويتبعه عاطفة. فإذا كانت الفكرة تجاه الموقف أو المعتقد المتكون خلال من موقف معين ليا موقف سلبي أو معتقد سلبي، بينما أختنا العزيزة وحضرتك موقف إيجابي، لا شك موقفي السلبي هذا سيؤثر على سلوكي سلبيا وسيؤثر على عاطفتي سلبيا، مما يؤثر بالقطع على حالتي المناعية والصحية. بينما تناولك المتفائل وتناول الأخت الباسم للموقف هيؤثر بالقطع تأثير إيجابي على كل من الحالة الصحية متمثلة في السلوك والعاطفة. ولازم يكون على طول بهذا الشكل أو ممكن تكون متذبذبة؟ ده سؤال وجيه وعظيم جدا. هو في تذبذب في الكائن البشري بطبيعة الحال وبطبيعة التكوين. احنا هدفنا ان هذا التذبذب لا يصل لمستويات متدنية تؤثر سلبا على الحالة الصحية، من خلال تعلم مهارات خاصة بمواجهة عناصر التوتر. جميل جميل. في هذا المركز، في هذا المركز. طيب دكتور، خلينا نتكلم على نوع الارتباط او الاضطرابات السلوكية العصبية،
اللي تعالجونها في هذا المركز الخاصة بالمراهقين والأطفال؟ ده جميل. احنا طبعا جميعا نعلم في عالمنا العربي ان طفل اليوم هو شاب الغد ورجل الغد، وبالتالي احنا جميعا نعلق امال على الطفولة. صحيح. فاحنا هدفنا حتى في كليات الطب في العالم العربي كله من ضمن التخصصات الرئيسية تخصص طب الأطفال، ونشأ تخصص او ساب سبيشاليتي يعني تخصص دقيق من خلال تخصص طب الأطفال عموما اسمه تخصص علوم التطور أو الطب التطوري الخاص بعلم طب الأطفال. يشمل هذا التخصص الدقيق كل ما له علاقة بالسلوك والفكر والأمراض الجهاز العصبي، وبشكل أكثر تحديدا الأمراض التي من شأنها أن تبدأ في الطفولة وتؤثر بعد هذا في مرحلة المراهقة وما بعدها، من ضمنها على سبيل المثال التوحد وقطيف التوحد ومتلازمة فرط الحركة مع قلة الانتباه، وبعض أمراض السلوك التي تشمل التوترات والحالات المزاجية المنحرفة، وكذلك بعض الأمراض التي تسبب التبول الليلي اللا إرادي وعدم القدرة على التحكم في الحالات المزاجية التي من شأنها أن تنشئ نوع من الاكتئاب ويتبع توترات مثل توترات الوسواس القهري، فضلا عن علاج الكثير من الأمراض العصبية المتعلقة بالتشنجات أو بالإعاقات المختلفة. جميل جدا. زي اللي تكلمنا عن الوسائل الطبية ورحنا لأبرز أو أحدث الوسائل هذه في علاج الاضطرابات السلوكية، شو راح تقول لنا؟ حقيقة في مركزنا بنتبع أحدث ما توصل إليه العلم في كل هذه المناحي التي سبق الإشارة إليها. جدير بالذكر أنه مستشفى الهادي تحتل مركز الريادة حاليا ليس فقط على مستوى الكويت بل أزعم على مستوى العالم العربي، بتوقيعها اتفاقية شراكة مع أعلى وأعظم وأكبر مركز عالمي في علاج مثل هذه الأمراض في هارفارد، جامعة هارفارد. وهذه الشراكة الحقيقة إحنا لنا الشرف أن يختارنا هذا المركز كمستشفى لتمثيل كل وجهات النظر المتطورة اللي سبق شرحها. إحنا بنعرض من خلال التيلي كونفرنس أو وسائل التقنيات الحديثة عن طريق التيلي كونفرنس كل الحالات التي يرغب المريض في عرضها، وبنوفر عليه عناء السفر وتكاليف السفر، ويستطيع أن يحصل على أحدث معلومة طبية في التشخيص والعلاج من خلال وجوده داخل أرض الوطن، وإحنا بنوفر له الطبيب المعالج وبنوفر له الانترميديشن أو الوسيط الطبي الذي يستطيع بمقتضاه أن يشرح له الجديد في تشخيص علته أو مرضه أو الاضطراب المصاب به طفله، وفي نفس الوقت طرق العلاج الحديث اللي مطلوب منه متابعته، وكذلك المتابعة الدورية، لأنه الاتفاقية تشمل متابعة من نفس الاستشاريين في جامعة هارفارد لمتابعة هذه الحالات. جميل. يعني أنتوا تطبقون هذا البرنامج الأوروبي الغربي يطبق عندنا هنا بالكويت في مستشفى هادي. بالضبط كده، لا يسافر لا يروح علاج بالخارج أو غيره أو كده، عنده هنا مستشفى هادي موجود، هذا البرنامج الأوروبي بالضبط موجود عندك بالكويت. بالضبط. وهذا دور عظيم من ناحية في رأيي، من ناحية العلمية ومن ناحية الوطنية كمان. صحيح. لأنه بيوفر على المواطن الكويتي أو حتى الوافد عناء السفر والتكاليف الكثيرة لهذا. حتى الأطباء في على مستوى تخصص طب الطفل ممكن يلتحقون في هذا البرنامج ويتدربون في هذا البرنامج. أحسنت يا أخي الكريم، لا شك أن هذا يحدث طفرة نوعية في التعليم الطبي على مستوى الكويت كله. صحيح. أيضا تعاونكم دكتور مع متخصصين في جامعة هارفارد، تعاونون معاهم لإيجاد حلول لهذه المواضيع، وبهذا الفكر وهذا التطور من هذه الجامعات العريقة موجودة عندنا بالكويت في مستشفى هادي في هذا التعاون الطبي. راح نتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا نشوف شنو قالوا في هذا التقرير ونرجع إن شاء الله. نشوف معاكم مشاهدينا ونرجع لكم إن شاء الله. Well, we had the opportunity to visit the Hadi Clinic more than 2 years ago, and it became clear to us that this was a hospital that we would like to work with. We met outstanding group of leadership and physicians, and the
the fact that the mission of the hospital was very much consistent with what we do at our hospital, Mass General Hospital and Harvard Medical School. We strive for excellence to improve the care and the quality of life for patients, to use an innovative approach into solving complex medical problems, and to be bold enough to make changes. And we saw this type of initiative happening here at the Hadi Clinic, and we felt that the Hadi Clinic were excellent partners, and we decided to engage in discussions as to how we could actually collaborate together. And we chose to start our first initiative with the Hadi Clinic to be a video conference type consultation program, which will access the physicians at our hospital in collaboration with the physicians here at Hadi Clinic. And we believe that this is the future of healthcare, not only in the United States, but globally. You can imagine that, for instance, we're focusing on neurobehavioral disorders. And so in our department, we have 700 experts in that area. So now Hadi Clinic and Hadi Clinic physicians has access to 700 experts in neurobehavioral disorders that they can actually contact and utilize at any time. So we chose that this first initiative in order to demonstrate that, in fact, that this is an effective way to improve the care of patients here in Kuwait. And we believe that this is the future in healthcare in general. Telemedicine is a modern advance in the application of evidence-based medicine all over the globe. So what I mean by that is that specialists at a major medical center in the United States, in this case Massachusetts General Hospital, can use their faculty of 2,500 specialty physicians to bring the most advanced medical knowledge and diagnostic skill to the clinic in Kuwait. In this particular case, our collaboration with the Hadi Clinic has involved our neurobehavioral specialists. And what's available now at the Hadi Clinic is this great ability to have the best physicians at Hadi taking care of patients in the clinic, to access these neurobehavioral specialists at Massachusetts General Hospital. And by virtue of that fact, our experience, our research expertise on the latest treatments can be used to help advance the health of patients here in Kuwait being cared for at Hadi who have neurobehavioral problems. دكتور أحمد، شفنا التقرير مع بعض، شفنا هذا التعاون، نتمنى إن شاء الله يرى النجاح. أنتوا طلقتوا صار لكم تقريبا 15 يوم في هذا 15 شهر تقريبا 15 شهر. بدأنا فيه ما شاء الله سنة ونص. سنة وثلاث شهور تقريبا شهور. تمام الحمد لله، وفي ردود أفعال طيبة رائعة ممتازة الحمد لله. ممتاز جدا. أثاروا يعني نقطة أو تكلموا عن نقطة ودنا نوضحها للمشاهد بشكل أكبر، وهو موضوع العلاج المرئي الإلكتروني. يعني مدى نجاح هذا العلاج دكتور؟ ده سؤال وجيه يا أخ راشد، لأنه أنت عارف دلوقتي مراكز العلمية في العالم كله بتتبنى فكرة الوسائط الإلكترونية المرئية للعلاج. الفكرة فيها يعني تصور أنك أنت تبي تحضر مؤتمر عالمي دولي، وأنت مرتبط ارتباطات إقليمية أو محلية. صحيح. العالم كله بيتجه أنه ما يفوتكش هذا، إنما عن طريق وسيط إلكتروني تقدر تدخل في التيلي كونفرنس وتنقل كل الخبرات اللي جت من المؤتمر ليك هنا في مكانك. ده بالمثل بيتم الحين
في جميع المستشفيات العالمية. ومن ضمنها مستشفى هادي. من ضمن لا من ضمنها مستشفى جامعة هارفارد، مستشفيات الكبيرة. نعم. إحنا كمستشفى هادي استفدنا من هذه التقنية بموافقة جامعة هارفارد ومستشفى الخاص بجامعة هارفارد على أن يمدونا بالمزيد من المعارف في مجالات التشخيص ومجالات العلاج الأحدث في جميع الأمراض التي نعرضها عليهم. يعني ممكن يكون عندكم في المستقبل القريب إرشيف خاص بمستشفى الهادي في هذه الأمراض. بالضبط، وهذا فعلا اللي احنا بنتجه إليه الحين. نعم دكتور، يعني من شوية ذكرت أنه يعني أي عائلة يعاني ولدها، تعاني الأم أن واحد من عيالها ولدها ولا بنتها يعاني من فرط الحركة، تبول لا إرادي، إذا كان يعاني من أن الخجل وغيره من الأمراض. طبعا هذه تعالجوها عندكم بالمركز. شنو شيء ثاني يعني اللي يميز مركزكم عن باقي المراكز؟ مركزنا بيتميز أن علاجنا إلى جانب العلاج الدوائي هناك العلاج السلوكي، والعلاج السلوكي المعرفي على أحدث تقنيات وصل إليها العالم، وده احنا بنتميز به. كما انه لدينا الفرصة المستمرة لأخذ الاستشارة الطبية من أحدث المراكز العالمية وأعلاها في التقنيات ومتمثلا في جامعة هارفارد. فالاستشارة دارك نفس اليوم نفس اللحظة بناء على رغبة المريض، وعندنا الطبيب اللي ممكن يوصل كل المعلومات والتاريخ المرضي للجامعة للمستشفى جامعة هارفارد ويتلقى الرد في التو واللحظة. وهذا التعاون يعني ينفعكم إن بالنسبة للحالات اللي جات عندكم إن في تحسن أفضل لهم؟ جدا، ولا شك إنه التقنيات الحديثة أفادت الكثير من المرضى، إلى جانب التوفير عناء السفر والتكاليف المادية أفادت إفادة علمية بالغة. وإحنا مستمرين في هذا البرنامج، ومن الأشياء الجميلة اللي أحب أوصفها لجمهورك الحبيب إنه جامعة هارفارد من شأنها الحين إنها تضع برامج تعليمية. نعم. وتستمر في إمدادنا بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث في كل مجالات الطب التطوري، سواء في الأطفال أو المراهقين أو في الأمراض المزمنة الأخرى في سائر التخصصات. موفقين إن شاء الله دكتور أحمد الشرقاوي، وتشرفنا بلقائنا معك، وإن شاء الله تكون وصلت الرسالة للمشاهد الكريم في هذا الجانب، وهو جانب مهم في أيضا خط العلاج، وهو الجانب التوعوي واللي حضرتكم دائما تحرصون عليه. فكل الشكر لك. حاب تقول كلمة الختام؟ أنا مرسي، أنا أشكركم شكرا جزيلا، وأنا سعدت وتشرفت بوجودي معكم. وآخر كلمة أحب أقولها هي أنه الجانب التوعوي والدعم الأسري أحد الأهداف الرئيسية لمركزنا. نعم. فحتى لا يفوتني هذه المهمة، أنه يجب أن يكون للطبيب دور مستمر في التوعية الصحية، وده إحنا تنبهنا ليه في مركزنا من اللحظة الأولى كأحد المهام الرئيسية في أهدافنا. جميل، وأنا أتمنى حقيقة أن كل مهتم، كل طبيب ومختص ودكتور مختص في هذا الجانب أن يلتحق في هذا البرنامج، أو يحاول يتعرف على هذا البرنامج وعلى المكتبة الأرشيفية الضخمة اللي راح تكون لأمانة فائدة على المستوى الخاص لمستشفى هادي، وعلى المستوى العام على مستوى دولة الكويت. كل الشكر لك مرة أخرى دكتور. أشكركم شكرا جزيلا، وسعدت بكم جدا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام.